نسرين، قلتي لي بلي انت حاليا انت على وشك الزواج من شخص، يعني قبلك بكل، والله امني يا رب خويا عن ربي، اقسم بالله يا كي يجوا للدار لا هذا انا اللي نقولهم جويريني، شيطان اللي شيطنوا عليا ما ننسحش. سمعت باذني يهضروا عليك واش يقولوا؟ سمعت باذني اقسم بالله، جاوني خطابه يماه قبلت بوها قبل، سمعت كي قالوا اخطيك دايره وعامله ما كاش عليا يحكم فيها، مانيش دايره وعامله، ما خرجت درت الحرام، خرجت ضربت النشاف عبد النزه من الاخر، واش درت انا كي احتجت، انا مرض كورونا ما كاش اللي جرى لي باطا دوا، لحقت للموت ما بغاوش يجدوني في السبيطار، ما عنديش لي بابي، لحقت وين مرض انفيكسيو لحقت بها عام ونص مركبي لي تي ونمشي بها، ما لقيت لا خويا ما لقيت جاري، وبعد يجي يقول لك ماهيش اختي، يجي جاري يقول لك اختي، هذيك دايره وعامله كي نجي فايته خير جارتي لاباس الحمد لله، كي نجي نفوت عليها شويه يبدا يقول له هذه دايره وعامله، يجوني خطابه يقول له اختيك نصوش تدي، نقول عليك كنسه سمعت بني كيفاه الشيطان عليا، اقسم بالله هضره يا هضروها، اقسم بالله العظيم انت تفشل ما تقدرش تسنعها، بصح انا هذا النهار اللي عرفته ما كذبتش عليه، قلت له وليد الناس بديتها له اول مره عرفته النهار الاول ماشي الدوزيام، قلت له انا كي سموني حبيت تقول لي كيفاش عرفتيه لانه القصه مضحكه ولكن احكي شويه. اختي كانت فيسبوك ايا غير هاك زعما هاكا جاب بعدين جاب هاكا ومن بعد هدرت مع عادي في ذاك النهار والله ما نعرفوش ايما جاي واش قلت له، قلت له قال لي كيسموك، قلت له ما تقولش شوف نصالحك بحاجه خليها للرب، قال لي شاه، قلت له انا ما عنديش لي بابي في ما عندي دوك نحكي هذا دار لك جام حكيتي له حكايه؟ لا انايا فيسك على دوك هو بيتزاريو اللي درتي له جام ايه صافي انا عزبه لي داير لايك انا عزبه لي من عندنا كنت نقول لاختي قلت لها انا ما نزيدوش نجيبو البيتزا صافي نضل داخله خارجه قلت هذوك البيتزا تجي عندنا، اي اختي قالت لي بعثي قالت لي بالك يكونوا دايرين صافي هذوك اليوم، قلت لها اوكي، قلت له بعث له، قلت له انت قلت له من عند فلان، قال لي لا ماشي من عند فلان، قلت له سمحني معنا بدينا نهضروا في ديك الدقيقه مش كيفه والله الله غير هكا على جي رايك جا البيتزا ايه هم بعثي هذيك الدقيقه حكيت له كاع كلش، قلت له ما هيك طيب بس برك باش ما نخرجوش على الموضوع تاع عادي كانت برك باش نضحكوك لانه كيف بكيتي سيد هذايا ابارامون وليد فاميليا وقابلك بكل ظروفك يعني ولكن دوك هو عنده مشكل انه هو راهو بين موافقه اهله اللي ما قبلوش انا يمه عادي يمه خاوته كاع باباه يعني باباه يعوضهم كامل ومشكل انه ما عندكمش وين تسكنوا ما عندكمش وين تكريو يعني لو كان تلقاو وين تكريو يعني هو مستعد اصلا باش يعقد عليك بدون زواج ايه قال لي بدون عرس عفوا قال لي والله قال لي امنيني قال لي كون زعما هكا غير نلقى قال لي اللي يعاونني انا قال لي ما نقدرش نخليك تتجرجري قال لي بزاف عليك شجرجرتي قال لي خوك قال لي ما نوقفش معاك يعني خليك تتجرجري